موضوع مهم جدا، وهو موضوع الصحة النفسية والعلاج النفسي وموضوع الوصمة النفسية المجتمعية لكل من يكون يعاني من أمراض نفسية. خوفه دائما من العيادة النفسية، أنه وصمة المريض النفسي، وصمة العيادة، خوف من العيادة النفسية، وخوف للأسف الشديد من المجتمع ونظرته لاعتبارات الحالة النفسية أو الصحة النفسية، مع أنه هي مرض كيميائي، يعني هي كمان زيها زي أي مرض آخر، بالتالي بحاجة إلى متابعة عند الطبيب، بحاجة لعلاج. ولكن رح نتعرف أكيد في التفاصيل معنا من استوديوهاتنا في الخليل شروق عاشور، أخصائية نفسية. يسعد صباحك شروق. يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. نعم، نتحدث عن موضوع الصحة النفسية وتقييم الوضع عندنا في فلسطين قبل الحديث عن موضوع الوصمة النفسية. تمام. بداية خليني بس أعرف بشكل سريع بمنظمتنا أطباء بلا حدود. إحنا منظمة طبية إنسانية دولية، متواجدين في الدول اللي بيكون فيها صراعات وأوبئة ونزاعات مسلحة. في الخليل إحنا بنقوم بتقديم الرعاية الطبية الأولية والرعاية الخاصة بالصحة الإنجابية والفحوصات الغذائية للأطفال، زائد التدخل النفسي، العلاج والدعم والإرشاد النفسي والتثقيف النفسي في المناطق اللي بيصعب وصول الخدمات إليها، زي مثلا مسافر يطا واتش 2، وايضا في مكتب الاستشارات النفسيه الخاص فينا في الخليل. وطبعا خدماتنا لجميع فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس والدين والانتماء السياسي، وطبعا مجانيه وسريه. نعم، هذه المعلومات الهامه جدا اللي ممكن تقدم الدعم طبعا لكل من يحتاج في هذا الجانب شروق. وحابة أحكي بتفاصيل أكثر حول التحديات اللي بتواجه المرضى من هذا النوع في مجال الصحة النفسية، هذا جانب. وقد إيه أنتم أيضا في أطباء بلا حدود بتعززوا هذه المفاهيم لدى المجتمع الفلسطيني اللي جزء منه طبعا كبير يرفض حتى هذا المصطلح؟ بداية لما نقول عن مفهوم الصحة النفسية، الصحة النفسية هي مش الخلو من الأمراض النفسية ولا حتى عدم وجود مشاكل وضغوطات وتوترات. الصحة النفسية هي حالة الرفاهية، خلينا نقول العاطفية والاجتماعية الموجودة عند الفرد، واللي بدورها بتأثر على تصرفاته وشعوره وتفكيره خلال مراحل حياته. طبعا هي الصحة النفسية مهمة في كل مراحل حياتنا، وزي ما ذكرت احنا بالحياة معرضين لانه يكون في ضغوطات وتوترات ومشاكل واحداث صعبة. والصحة النفسية بتعني هي كيف احنا بنقدر نستخدم قدراتنا الخاصة ومواردنا البشرية لنقدر نتعامل مع هاي الضغوطات بأفضل شكل. بالنسبة لمصطلح الوصمة اللي بيطلق على موضوع الصحة النفسية، الوصمة كمصطلح هي خليني أقول تصور سلبي أو فكرة سلبية أو صورة سلبية بيحملها المجتمع تجاه الأشخاص والأفراد للأسف اللي بيعانوا من اضطرابات أو مشاكل نفسية. والصحة النفسية كمان هي أكثر حدا أو أكثر إشي موصوم في مجتمعنا، اللي المجتمع أو معظم المجتمع بيحمل أفكار سلبية للأفراد اللي بيتوجهوا لطلب الخدمة. كثير من التحديات بنواجهها بهذا الخصوص، أهمها إنه الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات أو مشاكل أو ضغوطات حتى نفسية بيكونوا بحالة خوف وقلق من إنهم يتوجهوا لطلب الخدمة، خوفا من المسميات أو الوصمة اللي رح ينوصموا فيها أو إيش رح ينحكى عنهم. وبالتالي هذا بعرقل عملية علاجهم إذا كانوا بحاجة لعلاج نفسي، وبيخليهم خلينا أقول بيؤدي لتدني. نعم، يعني شروق لو نحكي إنه كان في والفكرة اللي بيحملها الشخص عن نفسه. نعم،
تحدث شروق عن موضوع جهودكم كمنظمة أطباء بلا حدود من خلال لقاءاتكم المباشرة بالأفراد بالشخصيات، ممكن شوي النساء وموضوع الخجل لدى النساء بعض المناطق المهمشة في طبيعة عملكم، كيف وصلتوا لمرحلة إقناع المواطنين بموضوع لا روح تعالج صحتك قبل كل شيء من جانب، وجانب آخر أنه أقنعتوا المجتمع اللي حوالي أو كان هو دور بإقناعه أنه أنا اللي بعمله شيء طبي صحي لا أكون أنا الأفضل؟ بداية خلينا نقول إنه موضوع الوصمة اليوم أفضل بكتير من إذا بدنا نرجع لورا 5 أو 10 سنوات، اليوم أفضل بكتير. في منظمتنا إحنا بنحاول نعمل على زيادة الوعي والتثقيف النفسي والتثقيف المجتمعي للأفراد بأهمية محاربة الوصمة، وبأهمية كمان إنه الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من صحتنا الجسدية. يعني إحنا ما بنقدر مثلا نلوم شخص مريض سكر أو مريض ضغط ليش بيروح يتعالج أو على الأعراض اللي بتظهر عنده. فمن خلال المجموعات التثقيف ومن خلال جلسات الدعم والإرشاد النفسي والتدخلات مع الأسر والمجموعات بنحاول نتعاون مع هدول الأشخاص على زيادة رفع الوعي بخصوص موضوع الوصمة والتوجه إلى طلب الخدمة. زائد أنه إحنا أطلقنا خدمة الخط المجاني أو خط الدعم المجاني اللي الناس بتتصل وبتطلب خدمة العلاج النفسي من خلاله. طبعا بعد ما أيضا أطلقنا حملة الحد من العنف. نعم. فصار الناس بتتصل وبتطلب الخدمة. نعم. وبتتوجه أيضا لمكتبنا لمكتب الاستشارات النفسية لطلب الخدمة. نعم احنا بنكتفي بهذا أستاذة شروق عاشور الأخصائية النفسية، وأنا حابة أشير لضرورة أيضا وجود توعية إعلامية في هذا المجال، ضرورة وجود أيضا حاضنة لكل من لديهم بعض الاضطرابات النفسية اللي ممكن توفر لهم هذا العلاج النفسي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذة شروق.